لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه يوجو اكس فراح شوفهم الاول وتعالى، وما تنساش تحط لايك عسل منك ليها، ولازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واصحابه اجمعين، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، ولازم تأدي فروضك اليوميه لان دي واجبات على كل مسلم. ويلا بينا. في الفيديو اللي فات شفنا ان تشاز انضم لمدرسه الشمال وبقى هو دلوقتي اللي بيمثلهم في منافسه المدارس، واضطر صاحب المدرسه ان يديله اوراق قويه جدا غير اللي كانت معاه، وكل ده بس عشان يقدر يهزم جيدن في اكاديميه المبارزين. بالفعل كلهم راحوا له هناك، وكمان بيقابل تشاز اخواته اللي بيكونوا اغنياء جدا وشغالين في الصحافه، وطبعا بيطلبوا من تشاز انه لازم يفوز لانهم هيعملوا بث مباشر للمباراه دي وكل العالم هيشوفها. بتبدا المبارزه بين جيدن وتشاز، بس يا ترى مين هيفوز وانهي مدرسه اللي هتتلقب بالاقوى؟ كل ده بقى هنعرفه في الحلقه دي. بتبدا المباراه وبيلعب تشاز التنين المقنع وبيكون نقاطه 1100 نقطة، تنين ضعيف كده لكن مليون في المية، تشاز مش هيلعبه كده وخلاص لكن بينهي دوره. بيلعب جيدن بيرسي نايتريكس في وضعية الهجوم وبيكون نقاطها 1200 نقطة، وطبعا بيهاجم على التنين المقنع وبيهزمه، لكن فجأة تشاز بيقول له اقف عندك يلا، الوحش ده لما بيتدمر ويروح للمقبرة بينزل وحش مكانه أقوى منه، وبينزل التنين المسلح في وضعية الهجوم وبيكون نقاطها 1200 نقطة، لكن التنين ده فيه حاجة غريبة جدا، لأن أول ما نزل الكل بدأ يندهش منه، وكمان دي بتكون ورقة مميزة جدا عند مدرسة الشمال. ترى ايه الورقه دي وايه اللي بتقدر تعمله، وهل هي قويه كفايه انها تهزم جيدن ولا ايه الكلام؟ طبعا بما اننا لسه في دور جيدن بينزل ورقه مقلوبه وينهي دوره. بيقول له تشاز ان التنين بتاعه ليه قدره خاصه انه بيقدر يطور نفسه بنفسه لما بيرمي ورقه واحده للمقبره، وبالفعل التنين بتاعه بيطور نفسه وبيكون نقاطه 2400 نقطه هجوم، وكمان بيكون ليه قدره خاصه انه بيدمر اي وحش في الملعب وبيدمر لجيدن بيرس نايتريكس وبيرجع يهاجم عليه كمان وبيخسره بعض النقاط الاساسيه. بعد ما بيلعبوا كتير من الاوراق بيقدر تشاز يطور التنين المسلح بتاعه مرة كمان وبيكون نقاطه 2800 نقطه، وبيقدر انه يدمر كل الاوراق بتاعه جيدن. بيجي دور جيدن وبيلعب ورقه سحر وبيدمر كل اوراق الوحوش اللي في الملعب، لكن بما ان وحش تشاز هو اللي في الملعب فبيتدمر فقط، وبينزل ورقه وحش وهي القلب الشرس وبيكون نقاطه 1500 نقطه هجوم، وبيهاجم على تشاز وبيخسره بعض النقاط الاساسيه هو كمان. بيجي دور تشاز وبينزل ورقه التنين المسلح من المستوى الثالث وبيكون نقاطه 800 نقطه، وبينزل ورقه مقلوبه وبينهي دوره فقط. بيهاجم جيدن على التنين وبيدمره، لكن تشاز بيشغل ورقه فخ ودي بتخلي كل منهم يستعيد وحش متدمر من المقبره للملعب على طول، وطبعا تشاز بيستدعي التنين المسلح المطور من المقبره، وبيستدعي جيدن وحش ضعيف جدا من المقبره، لكن تشاز بيشغل قدره الوحش بتاعته وبيدمر كل الاوراق بتاعه جيدن من جديد. طبعا تشاز بيكون مبسوط لانه اخيرا هيهزم جيدن، وبنشوف ان كل العالم شايفين البث المباشر بتاعهم، لكن جيدن بيكسر فرحته وبيستدعي البطل الملتهب في وضعيه الهجوم وبيكون نقاطه 2100 نقطه، وكمان بيلعب ورقه فخ وبيخفض نقاط وحش تشاز ل 1600 نقطه، يعني بقى اضعف من وحش جيدن على طول. بيهاجم جيدن عليه وبيدمره، وطبعا بيتخصم ضرر وحش تشاز عليه وبيخسر المباراه. بيفضل تشاز يصرخ من الخساره لحد ما بيجوا له اخواته وبيفضلوا يشتموا فيه ويطلعوا عين امه لانه خسرهم بعد الاعلانات وحط اسمهم في الارض، لكن بيجي جيدن واصدقائه وبيديهم درس في القيم والاخلاق، لكن برضه ما بيقتنعوش وبيقولوا ايه العيال الهبل دول وبيسيبوهم وبيمشوا، وكمان بيقرر الرئيس انه يسامحه ويرجعه الاكاديميه من تاني، لكن بيخفض مستواه من مستوى العمالقه الزرق الى مستوى السلايفر الاحمر. بيجي تاني يوم وبنشوف دكتور بانر واخد جيدن واصدقائه في رحله لاستكشاف الاثار، لكن وهم ماشيين بيتوقفوا عشان يقعدوا ياكلوا، وهم قاعدين بياكلوا بنشوف ان الكت بتاع بانر بيلاقي حاجه غريبه في الارض، واول ما بيلمسها بيظهر ضوء اخضر حواليهم والسماء بتتغير والقمر بينقسم لثلاث نسخ منه، وفجاه بقى في برق بيتضرب في الجو. بيضطروا كلهم يروحوا يستخبوا تحت صخره كده ما عدا جيدن اللي بيقول لهم خليكم عندكم وانا هحاول احميكم، بس هيحميهم من ايه؟ من البرق يعني ولا ايه ده بالظبط؟ بيجري جيدن من المكان وفجاه ضوء ابيض بيجي عليه وبيفقد الوعي. بيصحى جيدن من تاني وبيلاقي نفسه قدام هرم او قصر لاحد الملوك القدماء، وكمان بيظهر له قريبه لكن ما بيكونش على شكل طيف بل انه بيقدر يلمسه زي الانسان عادي، وكمان بتظهر له بنت غريبه كده ولابسه ملابس اغرب وبتقول لي جيدن انت المفروض ما تكونش هنا لان المكان ده مقدس جدا ولو مسكوك الحراس هيعدموك زي التانيين. بيقول لها مين التانيين دول، لكن بتلاحظ البنت دي الحراس وبيستخبوا منهم. بعد ما بيمشي الحراس دول بتعرفوا البنت دي ان في اشخاص لابسين لبس يشبهه كده، لكن الزعيم بتاعهم اخدهم وحبسهم عشان هيعاقبهم. بيقول لها يعاقبوا مين؟ خديني عنده وانا هتفاهم معاه. بتقول له براحتك انا عملت اللي عليا وكده حذرتك. بنلاحظ بقى ان المكان ده غريب شويه، يعني باختصار هم انتقلوا لعالم تاني، بس فين بالظبط لسه ما نعرفش. بتوقفوا البنت دي وبتقول له خليك انت هنا بقى وانا هجيب حاجه وارجع لك على طول، وهو واقف بيسمع اصدقائه بيصرخوا. بيبص من الشباك اللي وراه وبيلاقي اصدقائه محطوطين داخل توابيت ومربوطين هناك. بيفضل يصرخ عليهم لحد ما الحراس دول بييجوا ويمسكوه. بيجي له الزعيم بتاعهم ده وبيعرفوا انهم اقتحموا المقبره اللي بيحرسها. بيقول له جيدن انه ما يعرفش اي حاجه وهو ممكن ياخد بس اصدقائه ويمشوا من هنا على طول، لكن بيقول له تمشي من هنا مفيش مشيان من هنا يا بابا، لو عاوز تمشي
من هنا انت واصحابك يبقى لازم تبارزني. بيقول له ابارزك، ده انت جيت لي في حتتي، يلا بينا. بتبدا المباراه وبيلعب الزعيم ده ورقه مقلوبه وبينهي دوره. بيلعب جيدن هو كمان بطل الفقاعات وبيلعب ورقه مقلوبه وبينهي دوره هو كمان. بيقول له الزعيم ده انت شكلك كده بتستخف بيا، وبيلعب ورقته وبينزل الحارس اللولبي في وضعيه الهجوم وبيكون نقطه 1500 نقطه، وكمان بيكشف ورقه المقلوبه وهي حارس القبر، ودي لما بتتكشف بيرجع اي ورقه في الملعب لايد الخصم من تاني. وطبعا عارفين هيرجع مين، ايوه بيرجع راجل الفقاعات لايده تاني. يعني كده مفيش حاجه هتحميه ولا هتحمي نقاطه الاساسيه. بالفعل بيتم الهجوم عليه وبيخسره 2500 نقطه هجوم. لكن ايه ده، جيدن بيحس بالضربه بجد، ده بيتالم كمان. بيقول انا حسيت فعلا باختراق الضربه دي في جسمي. ساعتها بقى بيقول له الزعيم ده انت كنت فاكر ايه؟ هنا المبارزه بتختلف كتير عن اي مبارزه لعبتها قبل كده. المبارزه دي لو خسرت فيها فانت بتخسر حياتك وحياه اصدقائك كمان. بيقول جيدن انه فعلا ما بيكدبش وانا لازم اتصرف والا هنموت بجد. بيبص في ايديه وبيلاقي ورقه الانصهار وبيدمج وحشين مع بعض وبيستدعي البطل الملتهب في وضعيه الهجوم، وبيتم الهجوم على الحارس اللولبي وبيدمره، وكمان بتحتسب نقاط الحارس اللولبي اتضرر عليه. اها ده شكله هيعملها ولا ايه. وكمان بينزل وايبر الغاضب وبينهي دوره. بعد ما بيلعبوا بعض الاوراق لكل منهم بيغير الزعيم ده الملعب بورقه خارقه، وكمان بيستدعي حارسين للملعب وبيستخدم قدره خاصه وبيغير وضعيه المجنح الملتهب من وضعيه الهجوم الى الدفاع، وبيقدر يدمره بكل سهوله، وكمان بيهاجم على وايرل الغاضب وبيدمره هو كمان. وبيرجع جيدن من جديد ملعبه خالي من الوحوش، لكن جيدن بيكون سعيد لان في قدره خاصه عند وحش من وحوشه لما بيروح للمقبره، وهو انه بيقدر يستدعي بطل بارز من المجموعه بتاعته او من المقبره لدور واحد فقط، وبيستدعي البطل البارز السياف وبيهاجم على الحراس دول وبيهزمهم اخيرا. بيقول له الزعيم ده ان في شخص واحد بس قبلك قدر يهزمني، وبسبب انك هزمتني لازم تاخد نص القلاده دي. وبيعرفوا انه اكيد هيلعب لعبه ظل مع الشخص اللي اخذ نصفها التاني ده، لكن دي هتقدر تحميك من المخاطره اللي هتكون فيها. بياخدهم الزعيم بتاعهم ده للمخرج اللي بيخرجهم للعالم بتاعهم، وهناك بيلاقوا الضوء الاخضر من تاني وبيخرجوا للعالم بتاعهم. بيصحى جيدن وبيلاقي انهم فعلا خرجوا للعالم بتاعهم، وبيقول ان كده معارك الزلال رجع من جديد. في ذلك الوقت بقى كان في مجموعه اسمها فرسان الظلام، مجموعه من الاشرار بيحاولوا ينشروا الظلام في كل مكان، وبيختاروا شخص منهم عشان يحصلوا على جائزه اكاديميه الجزيره، وبيكون الشخص ده معاه نص القلاده اللي مع جيدن، وبيكون اسمه النايت شراو. بيجي تاني يوم وبنشوف رئيس المدرسه بيجمع جيدن والباقيين عشان يبلغهم عن شيء مهم جدا. بيعرفهم بقى ان في اسطوره عن ثلاث اوراق خارقه القوه. الثلاث اوراق دول بيكونوا تحت الاكاديميه مباشره، وبيكونوا في مكان سر جدا، لان الاوراق دي لو اتعرضت للشمس قوتها هتتفعل وهينشروا الفوضى في كل مكان والعالم كله هيتدمر. وبنلاحظ بقى ان الوحوش دي تشبه العملاق المجنح رعا والعملاق المعذب والتنين الاحمر سلايفر. بيفهموا ان هم السبعه الاوائل في المدرسه ولازم يحموا الاوراق دي باي ثمن، لانه شاف امبارح واحد من فرسان الظلام جه على الجزيره دي. بتساله اليكسس ازاي نحمي الاوراق دي، بيعرفها ان الاوراق دي مختومه في مكان متطور جدا، وعشان تفتح الاماكن دي لازم السبع مفاتيح دول ولازم يكونوا مع بعض، وكل واحد منكم هياخد مفتاح ويحميه بحياته. طبعا الكل بياخد المفاتيح، ومعناها كده ان كل واحد فيهم هيواجه شخص من فرسان الظلام. بيجي الليل وكل واحد بيكون نايم في بيته. بتقول اليكسس انها تروح تسال جيدن على حاجه كده، وهي ماشيه فجاه بتشوف الغرفه بتاعت جيدن بتنور بنور جامد جدا. بتجري عليه وبتلاقي ان جيدن واقف في نص النور ده بس مش فاهم اي حاجه، وفجاه بينتقلوا لمكان كله حمم كده، وبيكونوا واقفين على حاجه غريبه بيضة كده، وبيخرج لهم نايت شراو وبيعرفهم ان هو جاي ياخد المفتاح، وبنشوف انه بيقدر يتلاعب بالنار زي ما هو عاوز، يعني زي السحر وكده. وبيعرف جيدن انهم هيلعبوا لعبه زل، ولو خسر روحه هتتحبس جوه الورقه دي، وكمان بيكون جاي معاها اصدقائه وحاططهم في وسط الحمم، ولو جيدن منهاش المبارزه دي بسرعه اصحابه هيقعوا فيها وهيموتوا. بيبدا كل منهم المبارزه وبينزل نايت شراو وحش ب 800 نقطه في حاله الدفاع، وبينزل ورقه مقلوبه وبينهي دوره. بينزل جيدن هو كمان وحش ب 1500 نقطه هجوم وبيهاجم على التنين وبيدمره، لكن بعد ما بيدمره بكل التنين ده قدره خاصه انه بيقدر يستدعي وحش مكانه بعد ما بيتدمر، وبيستدعي نفس التنين ده مره ثانيه وبينهي جيدن دوره. بيلعب نايت شراو ورقه فخ وهي نداء الاطياف، ودي بتخليه يستدعي التنين المدمر من المقبره، وبكده بيكون معاه وحشين في الملعب، وبيستدعي بيهم التنين الاسود احمر العينين، تنين قوي وبيكون نقاطه 2400 نقطه هجوم، وبيهاجم على وحش جيدن وبيدمره وبيخسره جزء من نقاطه الاساسيه. بيحس جيدن بنفس الالم اللي حسه قبل كده في المبارزه اللي كانت مع حارس المقبره، وبيعرف ان الشخص ده ما بيكدبش وكده لو خسر فعلا هيموت بجد. بيجي دور جيدن وبيدمج بعض الوحوش وبيستدعي المدافعه الشرسه في وضعيه الدفاع، وبيكون نقطها 2500 نقطه، وبيكون عندها قدره خاصه هي انها بتقدر تهاجم على نايت شراو وبتخسره 1000 نقطه. بعد لعب بعض الاوراق لكل منهم بيقدر نايت شراو ان يطور احمر العينين الى المستوى التاسع، وبيكون نقطه 4500 نقطه. في ذلك الوقت بقى بنشوف الاشخاص اللي حاملين المفاتيح بيحسوا بحضور فرسان الظلام، وبيكون المفتاح ده عمال يهتز على ان في اشرار قريبه منهم. ساعتها بقى بنشوف جيدن فعلا وهو بيعاني قدام نايت شراو، وبيكون نايت شراو فعلا خصم ما يستهانش بيه لدرجه انه بيدمر كل الاوراق بتاعته وبيسكته على الارض، لكن جيدن بيقف من جديد وبيدمج بعض الاوراق وبيشغل كمان ناطحه السحاب وبيزود قوه الوحش بتاعه اكتر من احمر العينين، وبيهزم نايت شراو اخيرا. وبينتقلوا بعدها بعيد
بعيد عن الحمم دي، لكن بيكون جيدن فاقد الوعي من المباراه دي، وبتشوف اليكسس ان نايتش راوي اتحبس داخل ورقه فرسان الظلام، بس بيكون القناع بس هو اللي اتحبس. بتلاحظ اليكسس فارس الظلام ده وهو راقد بعيد عنهم شويه، وبتروح عشان تشوفه. في الاثناء دي بقى كان وصلوا اصدقاء جيدن هم كمان. بعد ما تعقبوا جيدن هو موجود فين، بيلاحظ زين ان اليكسس عماله تعيط اول ما شافت فارس الظل ده، وبيروح هو كمان عشان يشوف مين ده، وبيتصدم حرفيا اول ما بيشوفه. بس يا ترى مين الشخص ده، وهل يعرفوه ولا في علامه في وشه واتصدموا اول ما شافوها؟ وهل فرسان الظلام دول هيسكتوا على اللي حصل ده ولا هيبعتوا حد تاني؟ عاوز اقول لكم حاجه اخيره، الارك ده من اعظم الاركات اللي هتشوفوه في حياتكم، يعني كل اللي عدى ده كوم واللي جاي كوم تاني. استنونا بقى في الجزء الخامس من حكايه يوجي اكس ارك فرسان الظلام، وحط لايك عسل منك ليه، عشان يا جماعه مش هنزل المقطع الجاي غير لما المقطع ده يوصل 10000 لايك، وكده كده انا شغال على حاجات تانيه يعني مش مهتم بيه دلوقتي، لكن انتوا هتجبروني لو جبتوا ال 10000 لايك اني الخصه على طول، يعني هنزل لكم الحلقه بعدها بيوم بالظبط. وما تنساش اخيرا انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا سلام. Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. His life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession. You got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way.